مشاهدينا الكرام، حياكم الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بصائر الذي يأتيكم من رحاب مركز تكوين العلماء. التربية هي تكوين الإنسان الصالح المصلح، وقد جاء الإسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضيق إلى السعة، ومن الجور إلى العدل، ومن الشقاء إلى السعادة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقد امتن الله سبحانه وتعالى على العرب ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ليربيهم ويزكيهم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. عن التربية في الإسلام، أهدافها وخصائصها ووسائلها، سنتحدث اليوم، وخير من يحدثنا عن هذا الموضوع فضيلة شيخنا وأستاذنا الشيخ محفوظ إبراهيم فهد. شيخنا مرحبا بكم. حديثنا اليوم عن التربية، أهدافها وخصائصها. في البداية كمدخل للموضوع، حبذا لو بينتم لنا مفهوم التربية عموما ومفهوم التربية الإسلامية خصوصا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تربية رباه إذا بلغه كماله على سبيل التدرج، وهذا هو مفهومه. وهذا أصل مادة التربية في اللغة العربية، وهي اصطلاح قريب من هذا، وتربية الإنسان كما هو. فتربية الإسلام بخصائصها العظيمة الفطرية، وأنها تنظر إلى فطرة الإنسان وحاجاته ودوراته وتلبيها كلها، فهي تربية لعقله وتربية لروحه وتربية لبدنه. فالتربية هي إصلاح الإنسان يقوم بدوره الذي أراده الله تعالى به، وهو عمارة الأرض، وأنشأكم من الأرض واستعمركم بها. هي العمل بأن يكون الإنسان عامرا لهذه الأرض على أكمل وجه، وهي أساس الدين، لأن الدين بالأصل دين إصلاحي، والإصلاح يبدأ من الإنسان. الدين ينظر للإنسان كسيد هذا الكون وخليفة الله به، فبصلاحه يصلح الكون وبفساده يفسد الكون. تربية الإسلام كله جاء لربي الإنسان، ليصلح الإنسان. وصل المصلحين، وأول من جاء لإصلاحهم هو الإنسان. نعم. جميل جدا. التربية الإسلامية، ما هي الأهداف؟ يعني قلت من التربية هي أن رباه وإبلغه إلى كماله. شنو الأهداف التي توصلنا إليها التربية الإسلامية؟ يعني ماذا تبتغي من الإنسان؟ التربية الإسلامية هي إصلاح الإنسان، هي أن يصلح الإنسان، أن يكون الإنسان إنسانا صالحا، وإصلاحه من خلال تعبيده لله تعالى وإصلاحه في كون الله تعالى. فالإنسان يصلح بأن يكون عبدا لله، مطيعا لله تعالى، يستقبل أمره فيمتثله، ونهيه فيجتنبه، وخبره فيصدقه، ثم يكون خليفة لله بإصلاح الكون. الله تبارك وتعالى قال الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. فصلاح الإنسان بأن يحسن هذه الخلافة بها الكون، وأن يسعى إلى تحقيق مصالح كلها في الحياة، مصلحته كفرد، ومصلحة مجتمعه، ومصلحة أمته، ومصلحة بشرية ورعيانه. هذا هو الهدف العام للتربية، يكون منتجا، يكون إنسانا صالحا مصلحا، يكون معول، يكون عنصر بناء في الحياة وليس معول هدم، يكون إنسانا يحسن الخلافة بها الكون. السيد والذي يسود، والسياسة لما تكون بالإصلاح، والإنسان سيد هذا الكون. ولقد فرنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا. السيد الإنسان هو سيد هذا الكون، وصلاحه بأن يقوم بهذه السيادة على أكمل وجه، بأن يكون مصلحا لا مفسدا، وأن يكون محسنا لا مسيئا، وأن يكون بانيا لا هادما، معمرا لا مخربا، وصلاح الإنسان. نعم. هذه التربية الإسلامية ما هي أبرز خصائصها؟ ذكرتم أنها فطرية يعني. نعم. أهم هذه الخصائص هي الفطرية، وهذا أهم ما يمتاز به الدين. الدين عمقه وقوته في أنه يلبي حاجة الإنسان،
لأن داعيه من داخل الإنسان، فالدين تدوي حاجة الإنسان، فطرة الله التي فطرنا، الله عز وجل قال فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الدين يلبي فطرة الخلق، وكان الله يقول لنا كما أنه لا تبديل لخلق الله لا تبديل لدين الله وشرعه، فالذي يريد أن يبدل الدين فعليه يبدل الخلق أولا، فالخلق يصلح له الدين، والله يقرن بين الخلق والأمر دائما، قال له الخلق والأمر، فالذي خلقه هو الذي أمر على مقتضى ما خلق، وهذه الفطرية هي أهم أعظم خاصية لتربية الإسلام، وعنها تتفرع كل الخصائص الأخرى، خاصية الشمولية أنها تربية تنظر الإنسان ككل، وتربي عقله بالعلم النافع، بالتفكير الصحيح، بالبعد عن التقليد، بالبعد عن اتباع الأوهام والظنون، بالعلم بالنارة الأمور، تربي روحه بتلبية أشواقها وتعريفها بالله تبارك وتعالى وربطها بالأهداف الكبيرة بدخول الجنة وطلب رضوان الله تعالى، والروح لا يملؤها إلا هذا، تربي جسده بمحافظة على صحته وبإيجاب توفير قوته وحتى رياضته، وإن لبدنك عليك حقا، هذا يشمل كل ما يصبح بدنه من التربية، من خصائص هذه التربية الشمولية، ومن خصائصها كذلك الواقعية أنها تنظر إلى الإنسان بواقعية، وهي تجمع بين الواقع والمثال كما يقال، فهي تدعوه إلى كمال المثال، وهي كذلك تراعي واقعه، فتربية الإسلام تراعي الإنسان من هذه العنصرين، الروح هو البدن، فالروح هو نفخة ملكية، والبدن عنصر أرضي طيني، فهو بين هي مزاوجة بين هذا، وهذا الوئام بين الروح والبدن وبين كثير من الثنائيات التي تتناقض، عندما ننظر للمناهج الأرضية نجد تناقضا بين كثير من الثنائيات، لكن نجد الانسجام والوئام والتساوي في الإسلام بين الروح والبدن، بين المثال والواقع، بين الحس والمعنى، الحسي المسائل الحسية والمسائل المعنوية، بين الفردية والجماعية، ثنائيات كبيرة. هناك مسألة تلفت النظر في خصائص التربية الإسلامية، هي دائما تعلق الإنسان بالمبادئ والمثل، والمثل ولا تعلقه بالأشخاص. هذا الموضوع من مظاهر الخلل اللي ربما نتحدث عنها إن شاء الله في الحلقة في التربية الإسلامية، أنه الآن الناس يتعلقون بالأشخاص أكثر من تعلقهم بالمثل والقيم. حبذا لو بينتم هذا الموضوع، نحن داخل القرآن قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الإسوة هي الاهتداء بهديه. طبعا أول الإسلام هو دين القيم، ينظر إلى القيم مجرد عن كل اعتبار، والأشخاص يدورون في ملك القيم في الإسلام وليس العكس، وليس القيم تدور في ملك الأشخاص، لذلك حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسل الذين عصمهم الله تبارك وتعالى، الله لا يرضى بهم القيم ولا الدين، الله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم وليعصينك بمعروف، معروف أن الإسلام لن يأمر إلا بمعروف، لكن هنا يبين أن الأمر الأصلي بمعروف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طاعته طاعة لله تعالى، للمعروف الذي جامع لله تعالى، والدين الإسلامي من مظاهر ربط الحق بالحق دائما دوام بيان بشرية الرسل، وأنهم لا ينفعون وأنهم لا يضرون وأنهم يأكلون ويشربون ويموتون، هم في المثل على أكمل وجه، لكن المثل مستقلة عنه، ولذلك لما أخذ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كان القرآن قد درب الصحابة في جوازة أحد، وشاعت شائعة كانت تمثل تأهيل الواقعة، الشائعة التي وقعت يوم أحد كانت تعلمهم كيف يكون يوم تكون هذه الشائعة واقعة يوم يهاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رسول الله قتل في قبل الرسل فإن مات أو قتل انقلب على عقبه، وإذا كان الدين لا يرتبط بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى لن يرتبط بأحد بعده، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وهو الذي تجسد فيه الدين على أكمل وجه وطبقه على أكمل وجه، لكن يبقى الدين الدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كثير من المعارك والخلافات التي حصلت في تاريخ المسلمين تختلط دائما بالأشخاص، تكون القيم والمثل مسلمة، لكن الجميع لا يعني لا ينافس في التمسك بها بقدر ما ينافس في الدفاع عن فلان أو المذهب الفلاني أو الطائفة. هذا بعيد من
الترويز، الترويز لم يفيها فيها الدليل والبرهان والحجة، وهذا هو المجال لرفض العقل، الإسلام رب العقل على طلب الدليل والبرهان وطلب الحجة، الإسلام كتاب القرآن وكتاب البرهان. والعقاد رحمه الله تعالى قال أن مادة التفكير في القرآن ومشتقاتها ذكرت أكثر من هذه 100 مرة في القرآن. القرآن يربط بالأفكار والمبادئ لا يربط بالأشخاصات المعروفة. طيب طبعا في حديثكم عن الخصائص ذكرتم أيضا بعض هذه الوسائل التي يتبعها الإسلام في منهجه في التربية، حبذا لو حدثتنا عن بعض الوسائل التي التربية تقوم مجالتها تربية الإنسان مجالها مجال همومه وتصوراته مجال سلوكه وأخلاقه. الإنسان يحتاج إلى أن يصحح الهموم والتصورات، كأن الفهم والتصور هو الذي ينطلق من الإنسان حين يكون يعمل وحين يزاول سلوكه وأخلاقه، إنما ينطلق من خلال تصوراته الأشياء وحكمه عليها. فالإسلام يصحح لتربية أولا التصور والمفاهيم ويعطيها أهمية كبيرة. وكثير من بعض الدعاة والوعاة والموجهين لا يرون هذا الأمر اهتماما كبيرا. الإسلام يقيم صرح المفاهيم ويصححها، ومليء القرآن بتصحيح معنى العبودية لله تعالى والإسلام بوجه الله تعالى ومعنى الشعائر التعبدية ومعنى القيم. تصحيح المفاهيم هذا مجال من مجالات التربية الأساسية، ووسيلة الإسلام إلى هذا المجال هو الإقناع والدليل والخطاب العقلي، الخطاب الذي يفند الحجج الباطلة. هذه التربية بالتلقين أو بالكلام والتوجيه؟ لا، التربية ببيان الحق من خلال الدليل والبرهان، باستهارة العقل وإقامة الحجة عليه. القرآن مليء بالأسئلة العقلية التي تستهير العقل إلى الحق وإلى الباطل، ثم يأتي بالحجة التي تقر الحق والحجة التي تبطل الباطل. فمنهم وسائل التربية الإسلام هو تصحيح المفاهيم. حتى الأمور العادية، القرآن في قصة بني إسرائيل حين طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا يقاتل في سبيل الله، صح لهم مفهوم القيادة. هؤلاء كانوا يظنون القيادة بالمال أو بالنسب أو بمعايير لا علاقة لها بالكفاءة. القرآن قال لهم أحيانا قالوا أن يكون لهم فعيلنا ونحن أحق بممكنهم ولم يتساعدوا بما، قال إن الله اصطفى عليهم وزاده بسطة في العلم والجسم، الكفاءة الدينية العقلية بالعلم والكفاءة البدنية بالجسم. فتصحيح مفهوم القيادة هذا بتصحيح المفاهيم، بتصحيح المفاهيم أقول هم، وبعد ذلك تصحيح السلوك. والقرآن وسائله الإسلام وسائله بتربية كثيرة، من العقيدة إلى الشريعة كل ذلك له دور في التربية، في تصحيح التوحيد، رضا بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذا أصل التربية، حين يعرف الإنسان ربه يعرف ما لله له، يؤدي حق الله عليه، يعرف واجبه. وهذا أساس التربية، هذا رقابة الله تعالى أساس التربية في سلوك المسلم. ضمير الرقابة ومراقبة الله تعالى هذا ينطلق من الإيمان بالله ومعرفة الله تعالى. وبعد ذلك تربية السلوك تأتي الشعائر كلها، الصلاة لها دورها في التربية، التربية العبادات يعني العبادات كلها، الصلاة تربي بمعنى تعرف بالله تعالى وتوقظ الضمير، الصلاة تربي حتى على سلوك الظاهر بالانضباط والاستجام مع الناس والحرص على الألفة، الزكاة لها دورها بتربية النفس، التكافل، إخراج الشح والبخل والأنانية والنار الفردية إلى النار الجماعية، وإشاعة النار الجماعية نار إلى آخرين وحاجتهم، المواساة والكفالة. إذن شعائر الإسلام وفرائض تؤسس كل شعائر الإسلام هي وسائل تربوية، وهي وسائل تربوية. كذلك الآداب الإسلامية كلها آداب تربوية تنشي الناشئ والكبار على تربية الإسلام، من الرحمة وعيادة المريض وإنشاء السلام ومواساة المحتاج، كل أخلاق تربي في الأصل على القيم التي يريدها الإسلام. بارك الله فيكم شيخنا. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة الحديث عن التربية في الإسلام أهدافها وخصائصها، فلا تذهبوا بعيدا.
شاهدنا الكرام، أهلا بكم مجددا. شيخنا قبل الفاصل كنا نتحدث عن من أهم الوسائل اللي بقيت لنا وسيلة القدوة الحسنة. فالإسلام يرد على المشركين دائما، المشركون دائما يعترضون على بشرية الرسل وعلى أنهم بشر وأنه كان ينبغي أن يكونوا ملائكة. والله يقول لهم أن الرسول من جنس البشري ليكتمل الاقتداء به، وأنه قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فلما كان في الأرض بشرا سيكون هنالك سيكون الرسول بشرا. ولذلك القدوة مسألة أساسية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة. عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. ونعرف قصة أم سلمة رضي الله عنها يوم الحديبية، حين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة لم يستجيبوا له، فأمرها نعم فأشارت عليه بأن يحلق أمامهم فسيبادرون، فحلق فتقاتلوا على الحلاق. فالقدوة والعمل أمام الناس خصوصا الأطفال والصغار، هؤلاء تربيتهم أساسا بالقدوة. والإسلام حريص على أن يكون الأبوان يمثلان القدوة للولدين. محمد الغزالي رحمه الله عنده فهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون النافلة في البيت. قطعا هنالك بركة في البيت، كما بدأ يقول أن من حكم ذلك أن يرى الأطفال الصلاة في البيت وأن يكون البيت معمورا بالصلاة، فيحاكون في البداية ويتعودون في النهاية. لا تجعلوا بيوتكم قبورا كما قال صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة نريد أن ننزل بحديثنا إلى الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم. نحن عندنا مدارس وجامعات ومعاهد، وهذه المؤسسات اليوم اللي يفترض أنها تخرج الأجيال المربينة تربية سليمة. والواقع اليوم أنه مع الأسف أجيال المسلمين في غالبها ضعيفة تربية وسلوكا. أين يكمن الخلل؟ الخالد بين الأمر الأول هو المنهج، وإن كان أشد منه الأمر الثاني وهو تطبيق هذا المنهج. نحن عندنا في التعليم عندنا منهج فيه نقص ويلحقه النقص يوما بعد يوم، وإن كان في الأصل المنهج التربوي بالمناسبة في التعليم النظامي في موريتانيا كان منهجا متميزا في الماضي وإن أخذ منه في الأخير، لكن مع ذلك لا يزال المنهج فيه خير كثير. لكن المشكلة أنا في التطبيق، أن المؤسسات التعليمية لا تلتزم تطبيق المنهج كما هو، ويأخذون البعض منه ويتركون الكثير. فالإصلاح هذا نحتاج إلى تطوير المنهج ومراجعته وتعميقه ومراعاة التقديم، ثم كذلك أن يطبق وأن يختار له الناس الصالحون له. فالتربية قضية لا يكفي فيها الجانب النظري فقط، لا بد من أن يكون الناس الذين يرون فيه الناس القدوات ويمارسون التربية في حياتهم العادية. فالناس منهم من يكون قدوة بطبيعته ويكون إيجابياً بطبيعته، ويكون من رآه يقتدي به يقنع الآخرين بالاقتداء به، ومنهم لا يكون كذلك. التربية ينبغي أن يقدمها أهلها، وأن يراجع كذلك برنامجها، وأن يزاد كذلك في اعتبارها. لا شك أن في الفترة الأخيرة زيد في اعتبارها، لكن هذا لا يكفي. ينبغي أن تعاد كما كانت، وأن تكون التربية كغيرها من المواد. التربية الإسلامية والمنهج المتعلق بها أن تكون كغيرها من المواد. الإنسان إذا امتلأ من العلم التجريبي وكان إنسانا فاشلا في تربيته لا قيمة له. الإنسان التربية دورها كبير. جميل. هي التي تضمن الانتفاع منه في تخصصه. انتفاعه ويجدي وانتفاع أمته. جميل. بنظركم ما هي أهم معوقات تحقيق هذه الأهداف التي تحدثتم عنها من قبل؟ أهداف التربية والمعوقات أمام تخريج الأجيال. ذكرنا فعلا ضعف المناهج التربوية عندنا، أو ضعف تقديمها، أو ضعف طالبها، مما يزهد الطالب فيها ويجعله لا يهتم بها كثيرا. التربية عموما يعني التربية حتى خارج المؤسسات، ما هي المعوقات اليوم أمام التربية؟ تربية الفرد المسلم والفرد أيا كان لها موزعة بين البيت والمدرسة والمسجد والبيئة العامة. البيئة العامة هذا كله له دور في تربية الإنسان منذ نشأته إلى آخرها. والإسلام يحاول دائما أن يحمي يوفر البيئة التي تحمي الفضائل،
ويكافح الرذائل في المجتمع، حتى إن الذين يحبون أن تشاع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب. فإشاعة الفاحشة هذا مناقض للتربية، وإشاعة الفضيلة هذا خادم للتربية. فالتربية الآن فيها نقص للأسف الشديد في كل دوائرها، في البيت وفي المدرسة وفي البيئة العامة. ولذلك الإصلاح يحتاج إلى إصلاح عام، والاستفادة من الوافد ورفض كذلك ما فيه من مضار. لا شك أن التربية أن المسلمين مشكلتهم من أنفسهم قبل أن تكون من غيرهم. أو لما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا قد أخذتم منها، قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. نحن دائما نعتبر أن الفساد الأخلاقي وأن كل ما يقع أن وافد لنا، وهذا في بعض الصحة لكن ليس هو الأصل. الأصل أن ضعفنا وخور مناعتنا هو الذي سمح للوافد أن يتسلل إلينا وأن يغزونا وأن يؤثر فينا. فنحن ضعفت مناعتنا الفكرية، مناعتنا التربوية والإيمانية والروحية، فجعلتنا فريسة للتقليد في كل شيء. والأصل أن تكون لدينا معاييرنا ولدينا قيمنا ومبادئنا، نقبل الصالح ونرفض الطالح. شوف، نحن حين نقرأ تاريخ الإسلام نجد أنه أخرج من الصحابة جيلا كفر بكل ما كان في الجاهلية، فكان الرجل يقاتل قبيلته وأبويه ودفاعا عن الحق وعن المنهج الصحيح. فكيف بعد كل هذا الخير المتواتر يصبح المسلمون اليوم يعني فيهم بعض المثل والقيم الجاهلية اللي حاربها القرآن وأخرج منها الجاهلية الأولى؟ يعني هذا الانفصام بين المثل والقيم التي نقرأها في القرآن ونقرأها في كتب السنة وفي تاريخ سلفنا وواقع المسلمين اليوم مع الأسف. والبعد عن هو الإسلام لا يمثله إلا من يطبقه، والبعد عن مصدر التربية الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والفساد في التصور والمفاهيم وفي السلوك والأخلاق، الناس صاروا الدين مفهوم الدين دخله الغبش، وصار الدين ليس هو تلك العلاقة العظيمة بين العبد وربه المؤثرة في حياة الإنسان اللي تمثل بوصلة الإنسان ووجهة الإنسان. صار الدين له مفاهيم أخرى وله اعتبارات أخرى، ويعتني بالمظهر أكثر من اعتنائه بالمخبر، وبالوسيلة أكثر من اعتباره بالمصدر. فمفهوم الدين نفسه له دوره كبير. نحن أسألنا مفهوم الدين اليوم، وهم أسألنا بعد ذلك ممارسة الدين، وهذا كله جعلنا في هذه الوضعية التي نحن فيها. والعلاج فقط في العودة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح ومراعاة واقعنا كذلك. فنحن حين نريد أن نربي الناس اليوم ينبغي أن نحافظ على مقاصد الإسلام وعلى مبادئه، لكن ينبغي أن نعلم أن الوسائل والأشكال والرسوم أنها تتغير، وأن نكون واقعيين كذلك. لا نريد من الناس اليوم أن يكونوا كأبي بكر وعمر وعثمان، وأن نسوسهم بتدرج كما أساسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أساسهم الإسلام. نأخذهم بتدريج وتربية عقولهم وتربية قلوبهم وسلوكهم. جميل. هذه الواقعية سبق أن أشرتم إليها في الحديث عن الخصائص، ويجنبني الحديث عنها الحديث عن أود فضيلتكم أن تنبهوا عليه. بعض المربين والموجهين والمرشدين من المعلمين الخطباء يحدث الناس عن التربية وكأنه لا نستطيع أن نبني جيلا صالحا إلا على قيم، إلا على معايير مثلا تحولت وتغيرت أنماط عيش الناس بعدها. يعني هذه الواقعية هل ينبغي أن تنسحب على هذه الجوانب المتغيرة في حياة الناس؟ لا، أول الواقعية هذه المهمة. يعني كانت عندنا تربية مثلا على الزهد، تعني أن يتجرد الإنسان وأن يتخلى عن الحياة وأن ينزوي، وكان هذا واقع في الطرق. فهم التي ينبغي أن تصحح. الزهد في القرآن وفي كتاب وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للانعزال وليس لمنابذة الحياة، وإنما هو أن تكون الآخرة مبلغ علم الإنسان وأكبر في همه. الزهد في الدنيا أن تكون الدنيا وسيلة للآخرة، وأن لا تكون الآخرة تباع بالدنيا. هذا هو الزهد الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الزاهدين، وكان يكتسب المال وكان يقيم به الدين، وأبو بكر كان من أغنياء وعثمان كان. فالزهد في الدنيا ليس في تملكها، وإنما في ألا تفتن الإنسان، ألا تشغله عن الله، ألا يبيع بها دينه. هذا هو الزهد الصحيح وليس الزهد المنابذ. جميل.
حبذا لو ختمت لنا بحديث عن معالم أساسية نلخص فيها ما سبق تكون يعني مبينة لمعالم تربية يعني معاصرة تربية إسلامية تلائم مقتضيات حياة الناس اليوم. هي التربية أهم شيء فيها أن تكون منطلقة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن تبني. نحن في الإسلام لا نحتاج إلى الإسلام لا يحتاج إلى تكميل ولا إلى تحسين. الإسلام يحتاج إلى أن نأخذه كما جاء من عند الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يحتاج أن نحذر من تزيد الزائدين ومن كذلك نقص الناقص. نأخذ الدين كما هو. ولذلك التربية نحن نحتاج إلى أن نأخذ أخلاق الإسلام ومبادئ الإسلام كما هي، لكن نتدرج في تطبيقها ونأخذ الناس كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الربانيين، قال هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره كما ذكر البخاري في صحيحه. فنتدرج في الناس وناخذهم بتدرج ونترقى بهم في مدارج الكمال بحسب اهليتهم وبحسب قدراتهم العقليه والنفسيه، ونراعي الفروق بين الناس، الفروق الفطريه والفروق كذلك حتى الوظيفيه. فنحن نريد من العلماء والأئمة ما لا نريد من عامة الناس، ونريد من القادة والساسة ما لا نريد من عامة الناس، ونريد من النخبة ما لا نريد من عامة. كل إنسان ينظر إليه بحسبه ويعطى بحسبه، ونراعي كذلك الفروق بيننا وبين السلف. فلا يمكن أن يكون نربي الناس اليوم على ما كان عليه الناس، لكن نربيهم على الطموح للمهد العليا وأن يكونوا أفضل أهل زمانهم. وأنس يقول في صحيح البخاري إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. إذا كان الناس يقولها للتابعين فنحن ينبغي أن نراعي أن الزمان ليس بالزمان وأن الناس ليسوا كالناس. جميل، شكرا بارك لكم شيخنا، بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، في منتهى حلقة اليوم من بصائر، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.